الطفلان التوأم حمدان وعبد العزيز، طفلين بعمر الزهور، أصيبوا بالمرض النادر ضمور العضلات الشوكي. هذا المرض اللي يحد من قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية ومن الحركة والمشي. خلونا نتعرف على قصة حمدان وعبد العزيز من أهلهم. الله رزقنا توأمين أولاد، الحمد لله فرحنا فيهم، والعائلة كلهم بعد فرحة فيهم. الحمد لله كانت أمورهم طبيعية، حركتهم كل شيء، بس مع مرور الوقت حسيت بالشهر الخامس حركتهم قلت. قلنا منروح أبوظبي عيادات مستشفيات أبوظبي، فقلنا منروح مستشفى برجيل، وما قصر دكتور حسين مطلق. مرض الشلل العضلاتي الشوكي هو مرض وراثي، مرض إلى تأثيرات شديدة جدا، يأثر على العضلات. العضلات تعرف أكو عدة أنواع العضلات، العضلات الحركية، العضلات اللي تساعد الجهاز التنفسي، والعضلات اللي تساعد الطفل بالبلع والتنفس. والحمد لله حكومتنا الرشيدة ما قصرت، وقفت ويانا وقفة ما ننساها طول عمرنا، إن الدواء والغداء خط أحمر عندنا في دولتنا ودولة الإمارات، ودولة الإمارات الحمد لله تعالج البعيد والقريب، الله يحفظهم شيوخنا. الحمد لله عبد العزيز وحمدان يقدرون يعيشون حياة طبيعية بعد تلقي العلاج، حياة مليئة بالفرح والسعادة. نحمد الله على نعمة الإمارات وعلى نعمة القيادة الرشيدة اللي تؤمن بأن الإنسان هو أهم شيء في هذا الوطن.